تحتفل الكنيسة والعالم الفرنسيسكاني في 17 من أيلول بعيد انطباع جروحات الرب يسوع في جسد القديس فرانسيس. حب كبير عظيم هو موضوع الحوار مع الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة حول جروحات القديس فرانسيس. Le stimmate sono le piaghe di Gesù. San Francesco le riceve sul Monte della Verna. الجروحات هي جروح يسوع التي ينالها القديس فرانسيس في جبل لافيرنا. يقول المؤرخون إن ذلك كان مع اقتراب عيد رفع الصليب المقدس في الليلة بين 13 و 14 من أيلول. ما ينال القديس فرانسيس ليس مجرد علامات لإعلام يسوع، ولكن وفقا للمؤرخين ولمجموعة الشهود الأوائل بمن فيهم الأخ إيليا الذي كتب بعد وفاة فرانسيس مباشرة رسالة ليشهد على معجزة انطباع الجروحات في يدي وقدمي القديس فرانسيس، تتشكل آثار المسامير ورأسها أسود غامق ويمكن رؤية المسمار المثبت. بالإضافة إلى يديه وقدميه، يبدأ القديس فرانسيس في الحصول على هذا الجرح النازف بشكل دوري في جنبه. San Francesco poi comincia ad avere questa ferita al costato che periodicamente sanguina. يقول المؤرخ القديس بونافنتورا والذي يقوم أيضا بتأمل اللاهوت في الجروحات إنه عندما نزل فرانسيس من جبل لافيرنا جلب معه صورة المسيح المصلوب غير المنحوتة أو المرسومة بيد الإنسان أو على أي طاولة خشبية أو حجرية، إنما رسمها الله الحي بإصبعه في جسده. إصبع الله الحي هي الروح القدس. Dipinta nella sua carne dal dito del Dio vivente. Il dito del Dio vivente è lo Spirito Santo. E non dimentichiamo mai che quello che appare a San Francesco sulla Verna è un serafino bellissimo e crocifisso, quindi è una realtà di Dio che appare. دعونا لا ننسى أبدا أن ما يظهر للقديس فرانسيس في لافيرنا هو سرافيم جميل ومصلوب، وبالتالي حقيقة الله الذي يظهر في جماله وإشراقه وتجاوزه في جعل نفسه قريبا منا. ونقول مع القديس بولس الخادم المطيع حتى موته، الموت على الصليب. أو إذا أردنا أن نسلك الطريق العكسي فهو صليب يوضح لنا أنه خلف الصليب يوجد السرافيم. خلف الصليب هناك تحول الإنسان إلى النور، إلى النار، إلى الجمال. يمكننا أن نقترب من الله إلى الصليب، ويمكننا أيضا أن نرى ما يجعلنا الصليب نختبره من خلال إسقاطنا في حياة الله ذاته. Bellezza. E quindi possiamo vedere sia l'avvicinarsi di Dio fino alla croce, ma possiamo vedere anche quello che la croce ci fa sperimentare. Proiettandoci nella vita stessa di Dio. لافيرنا هي أحد أهم مزارات الفرنسيسكان على وجه التحديد، لأنها تحمل ذكرى الجروحات، وتمكننا من السماح لأنفسنا بأن نتحول من خلال كل هذا لنتشبه بيسوع، أي أننا نتعلم ألا نكون بعد الآن نرجسيين نبحث عن صورتنا الخاصة في المرآة، ولكننا نتعلم أن نكون تلاميذ يحاولون أن يعكسوا أنفسهم في يسوع، في يسوع المصلوب، في يسوع الذي يعطي الحياة من أجلنا، والذي هو أيضا يسوع القائم من بين الأموات الذي يقودنا إلى عيش حياة الله ذاتها. نتمنى عيد انطباع جروحات سعيد للجميع. البرنامج الكامل متاح على الموقع الإلكتروني للمركز المسيحي للإعلام Christian Media Center.